سمعت عن الفضيحة؟ طب سمعت عن الأسطورة؟ طب سمعت عن الراجل اللي بيطلع شعاع من عينيه يهد الجبال؟ سمعت عن الراجل التاني اللي مسمي نفسه شاروخ خان وطلع من جنة علشان يوصل القاهرة وبيتكلم هندي؟ بيتكلم هندي زي انا وانت كده. طب سمعت عن مش عارف ايه؟ شفت مين؟ ايه اللي حصل؟ شفت الست اللي جوزها طلقها عشان مش عارف ما بيعرفش مش عارف مين؟ شفت الراجل اللي مش عارف قتل صاحبه ب30 طلقه وبعدين صاحبه قام صحي وشال الطلق من سمعتوا الكلام ده؟ انا متاكد ان خبر من الاخبار دي على الاقل شغل بالك اليومين اللي فاتوا. هقول لك نوعيه الاخبار دي وبعدين هنتكلم هي بتطلع ليه وايه الهدف من وراها. شفت الفضيحه؟ تعالى نعمل زيهم. شفت الفضيحه؟ فضيحه الراجل اللي قال لك انا بتجوز اي حد عايز محلل علشان البيوت ما تتخربش، ده انا اتجوزت 33 مره كمحلل تيس يعني اهو المحلل الشرعي. الله 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 الله، ايه يا معاذ؟ ده احنا لسه بنقول الراجل بيحل مشاكل البيوت والاسره. الراجل انقذ 33 بيت من الخراب بالرغم من اهل البيت كانوا بيقولوا له خد فلوس، يقول لهم ابدا ما خدش فلوس انا، ولكن لابد ان ادخل بها، انا مش هاخد فلوس. ولكن المحلل الشرعي يتراجع عن تصريحاته لم اتزوج 33 مره وعدوني باني ساكون نجما لامعا. لامعا مين يا حاج؟ لامعا ازاي؟ او لامعا ليه؟ عشان انت بتساهم في حل مشاكل المجتمع؟ عشان قالوا لك شريف عامر واللي معاه من فريق اعداد قالوا لك تعالى علشان نعرف قد ايه انت هتكون لامع لانك بتحل مشاكل الناس وبتخاف على بيوت الناس تتخرب؟ ضحكوا عليك؟ عملوا بيك الشو؟ الشو ان تطلع وتقول يا والمذيع بقى يقول لك ايه ده بجد؟ 33 مره؟ قال له طبعا يا استاذ شريف 33 مره، طبعا 33 مره وانا كنت كنت بتاخد فلوس. لا يا استاذ شريف انا ما باخدش فلوس ابدا، حد الله بيني وبين الفلوس، انا بعمل كده عشان ايه؟ بعمل كده عشان المجتمع، حبا في المجتمع علشان البيوت ما تتخربش. يا شريف انت بتحب تقول ايه؟ كل واحد بيفكر يطلق مراته، اقول له ما تطلقش لان لو طلقتها هتجيلي وهبقى مش عارف. وكان الموضوع بجد يعني. انت قاعد بقى ايه؟ قاعد بقى وحط السوداني والشاي قدامك وبتتفرج وعلي الصوت. يلا بطلي يا بنتي وطي الصوت يا ابني، علي الصوت يا ام ابراهيم عشان تقعد تسمع. وكأن الموضوع مهم. طب هو الموضوع مهم؟ طب هو الموضوع يستاهل ان ياخد دماغك؟ الموضوع مستاهل ان هو يشغلك؟ لا، بس هما عايزين يشغلوك بده عن ايه؟ ما هو طبعا مش هيطلع يقول لك ان احنا عندنا مصر للطيران خسائرها 40 مليار وتعالى هنخصصها او هناخد قروض عليها. مش هيقول لك ان في شركات بتفلس وبنقفلها عشان مزاجنا كده، مش هيقول لك ان شركات الادويه بنطلعها بره الخدمه، مش هيقول لك ان احنا هنقفل مصنع الحديد والصلب عشان ملناش مزاج او في حد في المنطقه ملوش مزاج ان مصر تبقى دوله قويه عندها شركات حديد وصلب، مش هيقول لك ان المستوى الاقتصادي في النازل، مش هيقول لك ان المستوى التعليمي بعافيتين ثلاثه والعيال بيقعدوا 130 في فصل واحد، لازم يشغلك عند كله فيقول لك ايه؟ يقول لك المحلل الشرعي اتجوز 33 مرة وعرضوا عليه ياخد فلوس، قال حد الله بيني وبين الحرام. والله العظيم. عارف الهبد بيبقى ازاي؟ عارف الثقة لما يطلع يقول لك لا واتجوزتهم لا مش مهندس، هو ايه؟ هو بيمثل كويس. بس المشكلة دلوقتي مش ان هو بيمثل. المشكلة ان الباشا اللي قاعد قدامه كمان بيمثل. وهما الاتنين متفقين وهما الاتنين كذابين وحضرتك المستهدف في الفيلم ده اتبسطت؟ اهتميت بالراجل اتجوز 33 مره كمحلل ونسيت ان ابنك مش لاقي تخت يقعد عليها؟ ها؟ ايه الاخبار؟ قعدت من مصنع الحديد والصلب وكفر الدوار ومش لاقي شغل، بس انت مشغول بالك يا ابن المحظوظه، انت ازاي اتجوزت 33 مره؟ ده اللي شغل بالك؟ قال لك بص العصفوره هناك مرروا عليك انهم هياخدوا قروض على شركه وطنيه اللي هي شركه مصر للطيران في الوقت اللي هم فيه بيورطونا في ديون تانية باصول الدوله، بس انت اهم حاجه انك شفت ايه؟ شفت شنبه عامل ازاي؟ يا عم امال ده بقى بيشرب سمنه الصبح، قعدت تشغل بالك بالكلام الفاضي ده؟ طب تعالى اوريك الحرفه بتاعتهم عامله ازاي، مش تعرف ان هم معلمين. بص كده هو قاعد مع شريف وهما بيهبدوا بس بثقه، هما بيضحكوا عليك ويقول لك بص العصفوره
بس بايه؟ بحرفنه وبمعلمه. وبص وانت بتسمع دلوقتي اسمع شريف عامر وشوف الرياكشن بتاعي ايه، معقول يا فعلا؟ وسبحان الله نفس الراجل ده هجيبه لك دلوقتي في فضيحه بجد، هو بيقول لك ايه؟ ان شريف عامر محفظه اصلا. نشوف مع بعض. يعني حد اتوسط لك وقال لك انا صاحبي في دقيقه وعايز يرد مراته؟ تمام تمام تمام. ده اللي بتقول له تمام؟ تمام. ده اللي بتاخد فلوس؟ لا بدون مقابل، لان انا لو عملت كده بمقابل يبقى كده انا بعمل حاجه غلط. لكن انا لو عملت كده من غير مقابل يبقى الاسره دي حصل فيها ايه؟ رجعت تاني لبعضها. فانت كده يعني انا عاملها بدون مقابل لله. عملتها كم مره؟ عملتها حوالي عشان مصر يا جماعه. كمل. 33 مره. اتجوزت وطلقت 33 مرة. انت متجوز اصلا يا جماعه؟ الشريف مستغرب مراتك عملتها ازاي دي؟ متجوز موقفها ايه مراتك؟ ما هي عارفه انا بعمل كده ليه. عارفه انت بتعمل كده ليه؟ تعرف الفيلم في عادل امام وهل لازم يدخلوا بها؟ ما هو بيتعرض، كان بيتعرض عليا في الاول ان انا اخد فلوس وما واشيل بند ولا يدخل بيها. واشيل البند ده. لو عملت كده يبقى انا عملت حاجه غلط. كده انا ضد الدين عامه. لكن هو الدين هو قبول واشهار، قبول واشهار ومؤخر وولي وجواز شرعي ووكيل وكيل عنها جواز شرعي كامل الاركان. الراجل يا جماعه بيتكلم وشريف ايه ده بجد؟ ده كان عادل امام. طب ايه رايك ان الراجل ده طلع امبارح وعمل فيديو قال يا جماعه انا ولا اتجوزت ولا عملت، ده هم اللي ضحكوا عليا، انا اصلا موديل بتاع اعلانات، بطلع في اعلانات كده نفر ولا حاجه. تمام. تعالوا شوفوا بقى امبارح وهو بيقول لك ان كل ده هاتش وان كل ده كذب وان كل ده شريف عامر متفق عليه معاه قبل الهوا. ولا صدمه ايه ده 33 مره يا راجل؟ عملتها ازاي دي يا شريف؟ بصراحه ورينا يا سيدي. يوم عادي جالي تليفون من اعداد قناة، واحد اسمه ياسر بيقول لي عايزك تجيلي القناة. قلت له خير. قال لي شغل. انبسطت جدا وبقيت سعيد جدا لان انا موديل اعلانات وممثل سابق. رحت القناة استقبلوني. بعد ما استقبلوني قالوا لي انت احنا جايين هتعمل فقرة مع الاستاذ شريف عامر في يحدث في مصر. قالوا لي، قلت لهم عباره عن ايه؟ قال لي عادي احنا هنتكلم عن هنحل مشكله، مش هنحل، هنطرح مشكله العباره اللي هي عن الزواج المحلل او المحلل الشرعي حاجه زي كده. قلت له طب انا مش هقدر اعمل حاجه زي دي. قالوا لي طب ليه مش انت تعتبرها زي الاعلان زي ما بتعمل اي مشهد؟ قلت لهم طب الكلام ده يعني صعب ان انا اقوله. يعني بدا يتعرض عليا عروض. طب احنا هندفع لك، طب احنا هنديك، ممكن طب انت بكره إيه؟ طب انت بكره هتبقى نجم، هتبقى لامع، هتبقى طلعت مع اشهر مذيع في مصر. طبعا استغل يعني حوجتي او بمعنى صح فقري. استغل ان انا عايز ابقى نجم، عايز ابقى انا موديل اعلانات ونفسي ابقى مشهور. بس هو كده ما خلانيش مشهور، هو كده خلاني الناس شهرت بيا. رحت القناه قعدت معاه قبل من قلقان من ايه؟ انت طالع في اشهر قناه وفي شيخ هو كمان موجود والاستاذ شريف عامر موجود. بعد ما حصل الكلام ده دخل لي برضه استاذ شريف عامر قال لي مش هيحصل حاجه. طلعت ذاكرت، قال لي ذاكرت السيناريو اللي هم جايبينه او بمعنى صح الاعداد. بعد ما ذاكرت الاعداد طلعت على الهواء اتكلمت. انا افتكرت ما كنت بتكلم وعارف ان انا يعني هبقى مشهور، هبقى نجم طالع مع شريف عامر وبتكلم في مشكله، فانا موديل يعني مش هيبقى حاجه عاديه. قالوا لي مش هينفع نجيب حد، فجبنا حد أراد أن يصبح نجما ولكن للأسف أصبح تيسا مفضوحا منبوذا من الجميع. 33 مرة إيه؟ وشريف عامر إيه؟ و150 ألف جنيه إيه اللي تبيع بيهم نفسك وكرامتك وتخلي الناس تشوفك محتقر ومنتقص زي ما هو قال؟ مش أنا اللي بقول.
ده اللي بيحصل بقى في حاجات كتير. قيس على كده حاجات كتير جدا جدا.